عبر سكايب مريف قدر بينضم لنا مراسل الأخبار الآن محمد سلهب. محمد أهلا بك، تصعيد بلا زال مستمرا بريف إدلب، ماذا جرى خلال الساعات القليلة الماضية؟ نعم، حقيقة خديجة، بالنسبة للقصف اليوم العاشر هو على الحملة العسكرية التي تقوم بها قوات النظام والطائرات الروسية على حد سواء على قرى وبلدات ريف إدلب. طبعا تركز القصف خلال الأربعة أيام الماضية على منطقة جسر الشغور وريفها والقرى المحيطة بجسر الشغور. اليوم كان هناك 14 مدنيا راحوا ضحية لقصف قوات الروسية وقوات النظام على ريف جسر الشغور ومدينة جسر الشغور بالذات. المجزرة راح ضحيتها 10 أشخاص، ثمانية وإضافة إلى جنينين كانوا في بطن أمهاتهما، قتلوا جميعا في بلدة. طبعا هذا القصف كان على البلدة تسمى المزرعة التاسعة في سهل أروج، إضافة إلى بلدة بزيت فقد سقط فيها شهيدان، وبلدة المعزولة أيضا هناك شهيدان، جل القتلى هم من النساء والأطفال. طبعا بلدة الدم اليوم أعلنها المجلس المحلي في البلدة أنها منطقة منكوبة، ويستدعي إليها المنظمات الإغاثية لتلبي حاجات الأهالي ولترى ما تستطيع الفعل هناك. حقيقة القصف هو يتركز عادة على القرى اليعقوبية والجنودية والبشيرية التي خرج فيها المستوصف أو المركز الطبي فيها. جميع المراكز الطبية والمستوصفات إضافة للمشافي اليوم خارج الخدمة نتيجة للقصف الذي تعرض له المنطقة بشكل كامل. طبعا باتت المشافي اليوم هي أكثر مناطق العرضة للقصف. عمليات الإجلاء الجرحى والمصابين هي اليوم أخطر عمليات تقوم على الأرض، فالمنطقة التي تقصف للمرة الأولى هي عرضة للقصف مرة أخرى، وطبعا الطائرات تستهدف بأكثر من غارة النقاط التي تقصفها، 3 أو 4 طائرات تتناوب على قصف المنطقة الواحدة. في الريف الشرقي لمدينة إدلب بلدة تل الطوغان وبلدة أبو ظهور تعرضت لقصف غارات مكثفة، طائرة روسية واحدة قامت بإلقاء حمولة كاملة 4 صواريخ على المنطقة أدت لجرح عدة مدنيين. في الريف الجنوبي خان شيخون والتمانعة وعدة بلدات أخرى تعرضت لقصف مماثل أيضا بصواريخ فراغية، إضافة لقنابل عنقودية أدت لإصابات في صفوف المدنيين. شكرا لك على هذه المعلومات وكل هذه التطورات الميدانية التي جملتها لنا محمد سلهب مراسل الأخبار الآن من ريف إدلب.